تقع فلسطين في منطقة جغرافية مميزة باركها الله تعالى. سكنها اليبوسيون منذ 6000 سنة واستقروا في القدس التي عرفت آنذاك باسم يبوس، وتبعهم بطون الكنعانيين الذين استقروا شمال فلسطين حيث عرفت فلسطين بأرض كنعان. أما اسم فلسطين فقد جاء على الأغلب من قبائل باليستيا الذين دخلوا البلاد عبر البحر واندمجوا مع أهلها فأصبحت تعرف باسم فلسطين. تناوب على حكم فلسطين الكثير من الأقوام، وكان آخرهم المسلمين الذين امتد حكمهم إلى ما يقارب 1100 عام تقريباً. ولقرون عديدة عاش أتباع الديانات من مسلمين ومسيحيين ويهود في أرض فلسطين مسالمين مطمئنين. ومع نهاية القرن 19 بدأت تظهر ملامح المخطط الصهيوني وبدأت الفصول الأولى لقضية فلسطين. في تلك المرحلة كان عدد سكان فلسطين يقرب من 460,000 نسمة، ولم يشكل اليهود سوى 3% من عدد السكان آنذاك. ومع تصاعد القومية الأوروبية زاد اضطهاد الأوروبيين لليهود، فبدأ اليهود بتنظيم أنفسهم والتفكير بالهجرة من بلادهم، ولكن إلى أين؟ هذا ما بحثه الصحفي اليهودي ثيودور هرتزل الذي ألف كتابا يدعو فيه لإقامة وطن يجمع اليهود المتفرقين، حيث اقترح فلسطين والأرجنتين ومناطق أخرى من إفريقيا. وأقيمت مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية، ووقع الاختيار على فلسطين. كما قام اليهود المتنفذون في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول بالضغط على حكوماتهم لدعمهم في هدفهم، وبدأت هجرة اليهود إلى فلسطين. هاجر 25,000 يهودي إلى فلسطين قادمين من أوروبا الشرقية وروسيا، فأصبحت نسبة سكان فلسطين من اليهود 5%. وسنرى كيف كانت هذه الهجرات الكثيفة المتتابعة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني سبباً رئيسياً في محنة الشعب الفلسطيني. فمع كل هجرة كانت المشاكل على مصادر الرزق والسكن والأراضي مع أهل فلسطين الأصليين تزداد. وقد قدم وجهاء القدس عام 1891 احتجاجاً إلى السلطة العثمانية، طالبوا فيها بوقف هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملاكهم للأراضي فيها. لكن هجرة اليهود لم تتوقف، وهاجر 40,000 يهودي إلى فلسطين، فزادت نسبة سكانها من اليهود إلى 8%. مع ضعف الدولة العثمانية وانتهاء الحرب العالمية الأولى، تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام حسب اتفاقية سايكس بيكو، ثم سيطرت بريطانيا على فلسطين بموجب اتفاقية سان ريمو، ووافقت على تطبيق وعد بلفور. فما هو وعد بلفور؟ في عام 1917 أعطت بريطانيا وعداً سرياً لليهود يقتضي مساعدتهم على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين وتسهيل الهجرات الكبيرة وتملكهم للأراضي فيها، كما حظي هذا الوعد بتأييد الحكومة الأمريكية، وكان لهذا الوعد أثر قوي على القضية الفلسطينية. ثم وصلت الموجة الثالثة من المهاجرين إلى فلسطين، فزادت نسبة اليهود إلى 12%. بالرغم من ذلك إلا أن نسبة امتلاكهم للأراضي لم تزد عن 3%. مع هذه التطورات تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، وتفاقمت المشكلة بين العرب واليهود، فعقدت 7 مؤتمرات فلسطينية كبيرة لرفض وعد بلفور، واندلعت أول انتفاضة فلسطينية. ثم شهدت يافا اضطرابات كبيرة، وعقد مجلس في نابلس يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية مع الصهاينة، وتأسس المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني. وفي المقابل تأسست الهاغانا كمنظمة عسكرية صهيونية، مع أنها كانت سرية وغير مشروعة، إلا أن الانتداب البريطاني ساعدها وغض الطرف عن نشاطاتها، بينما لاحق البريطانيون أي عربي يخبئ سلاحا في بيته.
وتوالت هجرات اليهود من بولندا وروسيا وألمانيا وغيرها بشكل كبير، فوصلت نسبة اليهود إلى 17%. وحدثت اضطرابات دموية حول حائط البراق، واتسعت دائرة المشاركة الشعبية في المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة القدس الكبرى عام 1933، وبعدها بعامين استشهد الشيخ المجاهد عز الدين القسام ورفاقه في معركة يعبد، وهم يقاتلون جيش الاحتلال البريطاني. ثم وصلت دفعة أخرى من المهاجرين اليهود، شملت حوالي 250,000 يهودي، فوصلت نسبة اليهود في فلسطين إلى 30%. الثورة الفلسطينية الكبرى. اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد البريطانيين والعصابات اليهودية في كل أنحاء فلسطين، وكانت هذه الثورة أعم وأكبر من سابقاتها، وبدأت بإضراب عن العمل لمدة 6 أشهر. خلال فترة الثورة أسست الحكومة البريطانية لجنة بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية مع بقاء القدس تحت الانتداب البريطاني وتهجير مئات الآلاف من العرب من مناطق الدولة اليهودية إلى العربية. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 5.5% من أرض فلسطين، ومع ذلك كانت الدولة اليهودية المقترحة تشمل 33% من أرض فلسطين. رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح ولم يقع تحت التنفيذ. وتحت ضغط الثورة قامت بريطانيا بإصدار بيان عرف بالكتاب الأبيض يحظر استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، وعرضت الاستقلال للفلسطينيين خلال 10 سنوات. رفضت الحركة الصهيونية تلك المقترحات، وشنت العصابات المسلحة مثل الهاغانا والإرغون وشتيرن عمليات دموية ومذابح ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل ضد البريطانيين أيضا، من أجل إجبار بريطانيا على الانسحاب من فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية. ومن أشهر عملياتهم الدموية تفجير فندق الملك داود في القدس الذي كان مركزاً لحكومة الانتداب البريطاني آنذاك. مشروع تقسيم فلسطين. في عام 1947 قررت بريطانيا ترك فلسطين، وطلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها. فعقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة واقترحت مشروع تقسيم فلسطين المشهور باسم قرار 181. نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تبقى القدس منطقة دولية. حظي هذا القانون بموافقة الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 6.5% من أرض فلسطين، بينما أعطى القرار 56% من أرض فلسطين إلى اليهود. رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم ولم ينفذ القرار. واتضح للجميع أن حربا شاملة على أرض فلسطين على وشك الوقوع، فأعلنت الهاغانا التعبئة العامة، ودعت اليهود التي تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة للتسجيل في الخدمة العسكرية. في المقابل نظمت الجامعة العربية جيشاً سمي بجيش الإنقاذ. وجاءت موجة أخرى من الصهاينة إلى فلسطين، فوصلت نسبة سكان اليهود إلى 31% قبيل النكبة، ومع ذلك لم يملكوا سوى 9% من أرض فلسطين. وهذه الصورة تبين ما ملكه اليهود في تلك الفترة. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، واندلعت الحرب بين الجيوش العربية وبين اليهود، وانتهت الحرب بفوز اليهود واحتلالهم 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها، واعترفت بها أمريكا فوراً. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالمياً. وبفعل الحرب تقسمت القدس إلى قسمين، غربية بيد اليهود وشرقية بقيت بيد الأردن، ثم احتلتها إسرائيل عام 1967، من 9% قبل الحرب إلى 78% بعد الحرب. هذه هي نكبة 48.
إذا أردنا أن نلخص سبب نشوء القضية الفلسطينية، فالمشكلة الرئيسية هي الهجرة الكثيفة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني القائم على أن أرض فلسطين لهم وحدهم، وعليهم أن يقيموا عليها دولتهم بأي وسيلة كانت، وبلا اهتمام لمصير الشعب الأصلي في فلسطين. وقد تواطأت الدول الاستعمارية على تنفيذ وتسهيل هذا المشروع الاستيطاني الذي يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي أدى إلى نشأة قضية فلسطين ومحنة الشعب الفلسطيني. في عام 1900 لم يشكل اليهود سوى 5% من سكان فلسطين، ومع انطلاق المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني لفلسطين توالت هجرات اليهود من بولندا ورومانيا وألمانيا وروسيا وغيرها إلى فلسطين، إلى أن وصلت نسبة اليهود في فلسطين عام 1947 إلى 31%. وخلال هذه الفترة حاولت الدول الاستعمارية إضفاء الشرعية لهذه الهجرات الكثيفة وتقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين وبين اليهود الوافدين، مثل لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام 1937 ومشروع قرار الأمم المتحدة 181 عام 1947. وأعطت هذه المقترحات اليهود أضعافاً مضاعفة مما كانوا يملكونه في فلسطين، ولم تنفذ هذه المقترحات. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل، فاندلعت الحرب بين الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين وبين الصهاينة الذين يريدون أن ينشئوا دولتهم عليها بالقوة. وانتهت الحرب بانتصار اليهود الوافدين واحتلالهم 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالمياً. ومن نتائج الحرب تقسيم مدينة القدس، فبقي الجزء الشرقي بيد المسلمين وأصبح الجزء الغربي بيد الصهاينة، وبقي المسجد الأقصى في شرقي القدس بيد المسلمين إلى أن جاءت حرب عام 67. في الخامس من حزيران عام 67 شنت إسرائيل حرباً على الجزء المتبقي من فلسطين، إضافة إلى أجزاء من مصر وسوريا والأردن، ودمر الكيان الصهيوني جزءاً كبيراً من العتاد العسكري العربي، حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها. نتائج الحرب: خلال 6 أيام احتلت إسرائيل كل فلسطين، بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة، حتى أصبحت مساحة إسرائيل 3 أضعاف ما كانت عليه. فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وإدارة القوات الأردنية، واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وإدارة القوات المصرية، واحتلت سيناء من مصر، واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا، واحتلت مزارع شبعة من لبنان، بل واحتلت أراضٍ أخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران. ومن نتائج الحرب استشهاد 10,000 ومثلهم من الجرحى، وكذلك أسر قرابة 5,000، كما أجبرت الهزيمة أكثر من 500,000 عربي على الهجرة من دياره. ونتج عن الحرب ازدياد عدد النازحين، مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية. المستوطنات: ومنذ ذلك الوقت بدأ اليهود ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة عام 67. ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الأقصى في شرقي القدس وإحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس، حيث كثفت إسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود. وفي عام 80 وعام 81 أصدرت إسرائيل قوانين تعتبر أراضي الجولان وشرقي القدس جزءاً رسمياً من دولة إسرائيل. مصطلح الأراضي المحتلة: مع أن العدو الصهيوني قام باحتلال 78% من فلسطين عام 48، أي أنها أراضٍ محتلة، لكن الإعلام والمجتمع الدولي
يستخدم مصطلح الأراضي المحتلة ليشير إلى الأراضي التي احتلها العدو عام 67، فنشأ مصطلح الأراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الأربعة: الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضي الجولان، سيناء. إلا أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام 79، فاعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل، وبالمقابل أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر، ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة. سمى الإعلام العربي هذه الحرب بنكسة 67 على أمل أن تلحقها نهضة، ولكن تبين أنها نكبة أخرى. فبعد أن كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الأراضي التي احتلها العدو عام 48، أصبحوا يفاوضون إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67. أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأصدر القرار رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67، ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا. هذا اللقاء جمع قادة الحركة الصهيونية وداعميها للاحتفال بوصول عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين إلى 175,000. المتحدث هنا صهيوني أمريكي، لكن انتبهوا للدولة التي ذكرها بالاسم في خطابه. An Arab Palestine is a threat to Great Britain. A Jewish Palestine is an asset to Great Britain and a blessing for the world. لماذا ذكر بريطانيا تحديداً؟ لأن قيام إسرائيل مرتبط في أساسه بالدعم البريطاني منذ أواخر القرن 19، فحتى من قبل صدور وعد بلفور الشهير الذي يعتبر المحرك الأكبر لوقوع النكبة، كانت هناك سلسلة طويلة من الخطط والمشاريع والمؤتمرات التي مهدت لنشأة إسرائيل، وأدت فيها بريطانيا دوراً محورياً لم يكن للحركة الصهيونية أن تتقدم لولاه. فكيف أسهمت بريطانيا في نشأة إسرائيل؟ اهتمت بريطانيا منذ منتصف القرن 19 بفكرة إنشاء وطن قومي لليهود، فوجود قوة صديقة بالقرب من قناة السويس يصب في مصلحة الإمبراطورية العظمى الرامية إلى ترسيخ نفوذها في المنطقة وتأمين سيطرتها على المعابر البحرية التي تصلها بمستعمراتها في شرق آسيا، خصوصاً مع تدهور الدولة العثمانية. أخذ سياسيون بريطانيون يروجون لفكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأدرك قادة الحركة الصهيونية أن أقوى أمل في إقامة دولة يهودية في فلسطين هو بريطانيا. تقول رسالة لرئيس منظمة الصهيونية العالمية حييم وايزمان إنه إذا وقعت فلسطين ضمن دائرة النفوذ البريطاني وشجعت بريطانيا الاستيطان اليهودي هناك، فقد يكون لدينا في غضون 20 إلى 30 عاماً مليون يهودي هناك، وسيشكلون حرساً فعالاً للغاية لقناة السويس. لذلك عمل وايزمان على إنشاء روابط مع قادة بريطانيين، منهم الدبلوماسي مارك سايكس ووزير الخارجية المستقبلي آرثر بلفور. ومع توالي هزائم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة بينهما على أن تكون فلسطين تحت إدارة دولية. لكن سايكس كان يدفع باتجاه إنجاح مشروع الصهاينة في فلسطين وتخطي الإدارة المشتركة مع فرنسا، ومهد ذلك لإصدار الرسالة المعروفة بوعد بلفور، والتي نصت على أن بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، على أن لا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين. وصفت الرسالة بأنها وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لأن بريطانيا لم يكن لها أي حق قانوني أو سياسي في فلسطين، وتعتبر هي الممهد الرئيسي لفتح باب هجرة اليهود على مصراعيه وقيام إسرائيل لاحقاً. بعد شهر من وعد بلفور سقطت الدولة العثمانية ودخلت القوات البريطانية القدس، وعقد مؤتمر سان ريمو الذي تقاسمت بموجبه بريطانيا وفرنسا المنطقة، ليبدأ عهد الانتداب البريطاني في فلسطين. على مدى 30 سنة استخدمت بريطانيا كل ما يمكن لوضع فلسطين في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تسمح بإنشاء وطن قومي لليهود. دعمت شراء الوفود الصهيونية للأراضي الفلسطينية من أجل بناء المستوطنات، ما أدى إلى تهجير عشرات
عشرات آلاف الفلسطينيين قسراً من بيوتهم، وفرضت ممارسات تمييزية واضحة ضد الفلسطينيين أدت إلى صعوبة أوضاعهم الاقتصادية ومنعتهم من حمل السلاح، في حين سمحت لليهود بذلك بدعوى أنهم أقلية تحتاج للدفاع عن النفس. تدريجياً تحول اليهود من أقلية دينية إلى جماعة لها ثقلها العددي في فلسطين. في المقابل لم تتوقف مقاومة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني، وتشكلت منظمات فلسطينية سرية شبه عسكرية، كانت إحداها بقيادة الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد على يد قوات بريطانية. أشعل مقتل القسام فتيل الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت 3 سنوات، وقمعتها بريطانيا بالقتل والتعذيب والتجويع والتنكيل الجماعي والاعتقال التعسفي. كما عانى الفلسطينيون من بطش العصابات المسلحة الصهيونية التي تلقت التدريب والدعم من الجيش البريطاني، ووصل عددها إلى 40,000. تبع هذه الفترة تحول الثقة السياسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة إثر جهود الحركة الصهيونية في استمالة الزعامات الأمريكية عن طريق رأس المال والدعاية. ومع تراجع دور بريطانيا أحيلت مسألة فلسطين إلى الأمم المتحدة التي خرجت بخطة لتقسيمها. خصصت 55% من مساحة أراضي فلسطين لليهود الذين كانوا يسيطرون على أقل من 7% فقط وقتها. قوبلت الخطة برفض فلسطيني عربي وبترحيب صهيوني. أما على الأرض فقد سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى الفلسطينية، وطردوا سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة تحت أعين سلطات الانتداب البريطاني. وبعد نحو 3 عقود من الانتداب البريطاني على فلسطين أعلن عن قيام إسرائيل. استخدم تعبير النكبة لوصف عمليات التهجير القسري الجماعي التي قامت بها العصابات الصهيونية لطرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أصل 1.5 مليون تقريباً من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وإحلال اليهود مكانهم. في سبيل ذلك ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين تصنف في إطار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. سيطرت العصابات الصهيونية على 774 قرية ومدينة فلسطينية، ودمرت 531 منها بالكامل، وطمست معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وبهذا صار أكثر من 3/4 مساحة فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بماذا يرتبط لديكم مصطلح النكبة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، واشتركوا في القناة للمزيد من القصص عن فلسطين.